المباراه تنظن انه لو سيناريو اللي كان محطوط له هو اللي كان انه لا بوسيسيون غتكون عند فريق الرجاء البيضاوي هو اللي غادي يتحكم في الكره. حنا خدمنا طيله الاسبوع باش نشتغلوا على مرتدات لانه عرفنا انه نوعا ما كاين بطء في عمق دفاع فريق الرجاء البيضاوي اللي كان بامكاننا نستغلوه. استغلينا في الشوط الاول مي هذا الهدف خلانا فريق الرجاء البيضاوي يرفع نوعا ما من الايقاع ويلقى لي سيركوي اللي كيقلب عليهم خصوصا في لي دومي زاسباس هالف سبيس اللي كان تيمشي فيه ادم نفاتي كان تيمشي فيه بولكسوت قدروا انهم يسجلوا هدف اللي رجع لهم الثقه مي واحد الطريقه اللي ديال لا ريكوبيراسيون ديال الكره اللي فريق الرجاء البيضاوي قوي فيها هي الضغط العالي فتقريبا 80% من الكرات اللي تيسترجعها جميع المباريات ديالو فتتكون دائما عند الخصم نجحوا انهم ياخذوا لنا كره في المنطقه الدفاعيه ديالنا يسجلوا الهدف الثاني. الشوط الثاني ما كانش تغييرات كبيره فبقينا هو فيه النهج ديالنا انه نعتمدوا على المرتدات لانه صعب جدا انك تحاول تاخذ الكره ودير لا بوسيسيون في ظل العدد الكبير من اللاعبين اللي كانوا في وسط ميدان فريق الرجاء البيضاوي اللي بمجرد انهم يسترجعوا كره ممكن يمشيوا لك في مرتد. ادم نفاتي بوغرين تنظن زريده من يدخل زيلا من يدخل بولكسوت فهذو كلهم لاعبين اللي كان يمكنهم يخلقوا لنا مشاكل. في اخر المباراه كان تخوف من فريق الرجاء البيضاوي على الانتصار شيء طبيعي انهم رجعوا نوعا ما للخلف وخلوا لنا الكره جاونا جوج ديال الفرص ما قدرناش نسجلوهم تنظن انه نتيجه عادله وهنيئه لفريق الرجاء البيضاوي. شكرا.